انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هي اول ما عملت كتكوت مع الاستاذ محمد سعد فانا حبيت اوديها السينما للافتتاح بتاع الفيلم، فقلت لها ماما تعالي هوديكي الفيلم تتفرجي عليه وكده، قالت لي ماشي، خدتها ورحنا واحنا قاعدين، واول ما جه الاستاذ محمد سعد وبينشن عليها بسهم كده او حاجه ايه بالمطوه، وراحت هي بصالي كده قالت لي السينما كلها بتسقف وبتضحك، قالت لي ايه اللي انا بعمله ده؟ معقوله ده تمثيل؟ قلت لها شفت يا ماما بتعملي ادوار فظيعه. ومن هنا اتشهرت بقى في كتكوت، يعني بدات الحاجات الكوميديه بداوا ياخدوها بقى في الادوار الكوميديه اللايت يعني. وعملت برضو مع بوبوس ومصطفى قمر، ايوه بالظبط، مع الاستاذ عادل امام والمسرح طبعا كعبلون وكمان مع الاستاذ سعيد صالح. بالظبط كده. كانت بتحبي ايه اكتر، المسرح ولا لا؟ المسرح. المسرح كانت بتقدسه بصراحه، بتحسي ان وبعدين فعل لا، وحاجات معينه في المسلسلات مع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، هي كانت سعيده بالمسلسلات اللي كانت بتعملها معاه، كانت بتحس ان هي ادوارها بتقدر ان هي تخرج منها طاقه فنيه حلوه. كان نفسها شخصية معينة تقدمها أو فيلم؟ هند رستم. كان نفسها تعمل هند رستم. أي شخصية لهند رستم. كانت شغلاها قوي يعني، هي نفسها كانت تعمل شخصية زي دي. كانت حابة.